قعدتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها رئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين شهدوا امبارح من خلال خاصيه الفيديو كونفرنس بدء فعاليات تنفيذ الصبه الخرسانيه الاولى للوحده النوويه الرابعه، مشروع الضبعة النووي. وقال الرئيس السيسي إن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي اللي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص اللي بتعمل في مختلف القطاعات الصناعية، وده في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظير الروسي فلاديمير بوتين شهدوا من خلال خاصية الفيديو كونفرنس بدء فعاليات تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي. وقال الرئيس السيسي إن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي اللي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، لكونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص اللي بتعمل في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، وده بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري ومحافظة الأليوبية بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية مرجانة بمدينة القناطر الخيرية. يهدف البروتوكول للاستثمار المشترك واستغلال وإدارة وتشغيل قطعة الأرض المملوكة للجهات الثلاث الموقعة على البروتوكول بمنطقة الشاليهات قرية مرجانة بمدينة القناطر الخيرية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب. وجه مدبولي بإعداد دراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لهذا المشروع تتضمن دراسة تكلفة التشغيل والإدارة، وأيضاً مراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة، مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بريت ماجريك منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة الأوضاع في ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأيضاً أهمية تضافر الجهود لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين، بالإضافة للدور المصري الفاعل في استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة الشرقية تم تشغيل 9 وحدات للمناظير بأحدث التجهيزات لرفع كفاءة الخدمة الطبية. في بني سويف تم افتتاح معرض إهناسيا ضمن سلسلة أهلا رمضان. ومن بني سويف خلينا نروح لإسكندرية، وتم الكشف والعلاج بالمجان على 1732 مواطن بقافلة طبية في العمرية. أما في الوادي الجديد فتم توفير مشروعات صغيرة للأسر المعيلة بقرى المحافظة. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية أعلنت مديرية الصحة عن تشغيل 9 وحدات للمناظير مجهزة بأحدث الأجهزة في إطار رفع كفاءة الخدمة الطبية وتوفير كافة التخصصات المتقدمة اللي بيتم العمل عليها خلال الفترة الماضية.
في بني سويف افتتحت المحافظة معرض السلع بمدينة أهناسيا ضمن سلسلة معارض أهلاً رمضان المقرر تنظيمها على مستوى مدن المحافظة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافس بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار. في بورسعيد بيشهد حي الضواحي تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة المناطق الأكثر احتياجاً بحي الضواحي، وسبق تطوير مناطق فاطمة الزهراء بمراحلها الثلاثة ونفيسة الجديدة واللبانة القديمة. في الإسكندرية أعلنت مديرية الشؤون الصحية تنفيذ قافلة طبية بقرية الجزائر بمنطقة العمرية بالإسكندرية اللي بتبعد 17 كيلومتر عن أقرب مستشفى عام وهي مستشفى العمرية العام، وضمت القافلة 9 تخصصات طبية مع توقيع الكشف على 1732 مريض من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم. في الغربية قامت مديرية الري بحملة مكبرة لتطهير وإزالة الحشائش بقناة طنطا الملاحية لضمان نظافة المجرى المائي وسهولة وصول المياه لنهايات الترع الفرعية ضمن خطة العمل على تطهير الترع والمصارف بصفة دورية في المحافظة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة إطلاق الدفعة الأولى من المشروعات الصغيرة اللي بتستفيد منها الأسر المعيلة بالقرى اللي بتنفذها المحافظة بقروض ميسرة بدون فوائد لتمكين الأسر اقتصادياً في إطار جهود توفير حياة كريمة ومصدر دخل للأسر وتحويلها لأسر منتجة. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضعف المياه بمركز ومدينة المنشأة النهاردة وبكرة من 9 صباحاً ل 12 ظهراً لمدة 3 ساعات، وبتنبه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة ليهم خلال تلك الفترة. في البحر الأحمر بتشهد المحافظة إطلاق قوافل علاجية تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمجتمعات النائية، وبتنطلق القافلة يوم الخميس الأول من فبراير بمدينة القصير وبتستمر لمدة يومين قبل أن تنتقل يوم 3 و4 فبراير لقرية أبو رماد والواقعة جنوب مدينة حلايب.